السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد محمد من قناة سوبر ستار باتش. وأخيرا 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 بعد طول انتظار باتش سوبر ستار الإصدار الثالث نزل بعد غياب استمر لمدة سنة كاملة من الشغل المستمر. أخيرا احنا خلصنا شغل والباتش دلوقتي جاهز وهتقدر تحمله وتلعب بيه. حقيقي أنا مش مصدق إن احنا خلاص خلصنا بعد الفترة اللي عدت علينا دي، بقالنا حوالي أكتر من 10 شهور ما بنزلش أي حاجة، يعني تقدر تقول سنة كاملة. سنة كاملة كانت مليانة شغل، كانت مليانة تفاصيل، كانت مليانة مجهود، كانت مليانة وقت، وطبعا سهر كتير علشان نقدر نطلع حاجة زي كده. ممكن تبقى شايف ان الموضوع حاجة بسيطة جدا لان انت بتعمل باتشات ودي لعبة والكلام ده، بس حقيقي الشغل كده كده بيبان. يعني انت مجرد ما تسطب الباتش عندك تبدأ تلعب بيه هتلاقي ان فعلا الشغل بان، هتلاقي ان في فعلا حاجة متعوب عليها. كده كده الموضوع ده بيبان، ومش محتاج اقول لك احنا عملنا كذا وتعبنا ومش عارف عدى علينا كام يوم ما نمناش وكل الكلام ده، مش محتاج ان انا اوضح كل ده، لكن ده بيبان لوحده في الشغل. يعني انت بمجرد ما تشوف الشغل اللي موجود في الباتش هتعرف ان فعلا الناس دي تعبت، الناس دي كانت واخده فتره كده كبيره علشان تطلع لكم حاجه كويسه وكامله ومتكامله بالشكل اللي انت هتشوفه قدامك. الباتش مليان حصريات كتير، مليان شغل اكتر، مليان حاجات كتير جدا، كل ده هنتكلم عنه وهنقوله. عايز اكد لك حاجه، ان انت لو قعدت شهر كامل تلعب بالباتش ده كل شويه لما تقعد تلعب بالباتش كتير هتقابل حاجات جديده هتشوفها في الباتش. يعني اوعى تفتكر ان انت بمجرد ما تلعب لك كام ماتش ولا كام بطوله كده انت جبت اخر الباتش، لا، حرفيا الباتش مليان شغل، مليان حاجات كتير قوي مش هتقدر تجيب اخرها. فانت لو قعدت شهر كامل بتلعب كل شويه هتكتشف حاجه جديده. فلو انت فاكر ان الموضوع مقتصر على الكام بطوله اللي اتضافوا والكام حاجه اللي احنا ذاكرينهم في مميزات الباتش عندنا، او لو دي هي مميزات الباتش بس اللي موجوده في الموقع عندنا، لا، في حاجات كتير جدا معموله احنا لو قعدنا نكتب فيها مش هنقدر نجيب اخرها. فاحنا مش كاتبين كل حاجه معموله في الموضوع بتاع الباتش. فانت كل ما تلعب كل يوم هتلاقي حاجه جديده، او كل شويه او كل فتره هتلاقي حاجه جديده موجوده في الباتش. فلو فاكر ان انت هتقدر تجيب اخر الباتش، لا انسى، مفيش الكلام ده. في الاصدار ده اشتغل معايا 2 تقال جدا، هما تيم ذا بيست فور جيمنج اللي بصراحه اشتغل معانا في حاجات كتير وركزنا على حاجات كتير مع بعض زي الحصريات اللي هتشوفوها في الباتش وحاجات وتفاصيل صغيره الناس كانت بتقول عليها من الاصدار اللي فات. ركزنا على كل حاجه على اهم تفصيله وده هيبان في الشغل اللي موجود. فبصراحه تعب معانا جدا عشان نقدر نعمل الحصريات والتفاصيل الصغيره وحاجات كتير هتلاقوها موجوده في الباتش ده. مش اول تعاون ما بيننا، اشتغلنا قبل كده في الاصدار الثاني وشفتوا الشغل كان عامل ازاي، وبرده اشتغلنا مع بعض في الاصدار ده. كل مره وكل اصدار بنحاول ان احنا نعلى في الليفل وناخده في حته كده لوحده، وان شاء الله بيكم وبدعمكم هنقدر نعمل ده. وكمان اشتغل معايا في الاصدار ده احمد مانو، الصراحه الراجل ده تعب معانا جدا علشان يبني الداتا بتاعت الباتش من اول وجديد من الصفر، عمل كل حاجه وضاف كل اللعيبه الشباب، لان كان في بعض الناس بتقول ان اللعيبه الشباب ما كانتش موجوده في الاصدارات اللي فاتت، او اللعيبه الشباب ناقصه مش كل اللعيبه الشباب الموجوده. لكن انا باكد لك في الاصدار ده انك هتلاقي كل اللعيبه الشباب في كل الفرق، احنا مش موقعين اي حاجه خالص. الراجل اشتغل على الداتا من اول وجديد من الصفر علشان تطلع بالشكل ده كامله مش ناقصها اي حاجه، والحمد لله بنى داتا محترمه جدا كامله ما فيهاش اي حاجه، وانا بشكره جدا. الراجل فعلا برضو تعب معانا، وفي الحقيقه احنا بنتعب علشان من كل اصدار او من كل تحديث للتاني نقدر نعلى بالليفل ونوفر لحضراتكم كل حاجه. هو ده هدفنا هنا وده اللي احنا موجودين عشان. فانا بشكر كل الناس اللي تعبت معايا وساهمت معايا في الباتش ده او في الاصدار ده عشان يطلع بالشكل ده. طيب خلينا بقى نخش على الشرح بتاعنا علشان خلاص استنيته كتير، استنيته وقت كبير قوي، سنة كاملة. انا بشكركم جدا بصراحة على انتظاركم كل الفترة اللي فاتت دي وعلى ثقتكم فينا وفي شغلنا، وعارفين ان احنا دايما هنقدم لكم الافضل. كنا عايزين نقدم لحضرتك حاجة متكاملة وده اللي هيبان في الشغل ده من غير ما اتكلم كتير. يلا بينا نخش على فيديو الشرح بتاعنا. قبل ما نخش على فيديو الشرح بتاعنا يا ريت حضرتك لو مش مركز ما تستعجلش، انا عارف ان حضرتك عايز تطبق الباتش دلوقتي بقالنا فترة كبيرة غايبين، ولكن يا ريت يا ريت لو حضرتك مش مركز بلاش تتفرج على الفيديو. الفيديو موجود والباتش موجود والملفات كلها موجوده، مش هتروح في حته، فاتفرج على الفيديو في وقت تكون انت مركز فيه، لان كل كلمه انا هقولها انا مش بتكلم وخلاص،
لو الكلام اللي انا هتكلمه ما لهوش اي 30 لازمه مش هقوله، لكن حقيقي كل كلمه انا بقولها هي مهمه جدا، هي بتوضح لك كل حاجه. انت لسه محمل الاصدار مش فاهم ايه اللي في دماغنا، مش فاهم احنا عاملين ايه فيه، مش فاهم احنا ماشيين النظام ماشي ازاي، طريقه التسطيب، بعد التسطيب هتعمل ايه، طب قبل التسطيب المفروض اللعبه تكون عندك جاهزه ازاي، كل الحاجات دي انت مش عارفها. فلازم انا اقعد اوضح لك كل ده علشان تبقى فاهم هتمشي صح ازاي، عشان ما يظهرش معاك اي مشاكل. فكل كلمة انا بقولها هي مهمة، تمام؟ فيا ريت بطلب من حضرتك حاجتين، لو مش مركز بلاش تتفرج على الفيديو، الفيديو موجود والباتش موجود، في اي وقت خش على الفيديو واتفرج عليه، بس تكون مركز عشان كل كلمة انا بنبه عليها في حاجة. فيديو الشرح هو هيكون المرجع الوحيد ليك لاي حاجه بعد كده، في حاجه عايز تعرفها هتلاقيها في فيديو الشرح، في حاجه مش فاهمها هتلاقيها في فيديو الشرح. فانا لازم في فيديو الشرح اقول كل حاجه، ما سيبش كلمه، عشان ده هيكون مرجع لحضرتك. انا لو في حاجه نقصتها في الفيديو حضرتك مش هتكون عارفها، وطبعا ده هيترتب عليه ان هيظهر مشاكل عندك. فانا هنا بقول كل حاجه، فمعلش لو مش مركز بلاش تتفرج على الفيديو دلوقتي. لو هتتفرج على الفيديو وقف الفيديو دلوقتي، روح اعمل لك كوبايه قهوه كوبايه شاي كده، وتعالى معايا بقى واسمع كل كلمه وامشي معايا خطوه خطوه، ما تستناش لما الفيديو يخلص وبعد كده تبدا تطبق معايا، هتلاقي نفسك مش عارف تعمل حاجه. لا، كل حاجه انا بقولها تركز فيها، وكل خطوه انا بعملها معايا اول باول كده، لكن هتخلص الفيديو وبعد كده تطبق هتلاقي نفسك نسيت، في حاجه هتسقطها، في حاجه هتوقعها، تروح عامل لك مشكله. طيب جبت كوبايه الشاي بتاعتك، جبت كوبايه القهوه، يلا بينا تعالى نروح على فيديو الشرح، خليك معايا وركز معايا، يلا بينا تعالى معايا عشان نبدا الشرح بتاعنا. قبل ما نبدا في الشرح بتاعنا في كام سؤال كده هنجاوب عليهم علشان الناس تكون فاهمه هتعمل ايه، ونبقى فاهمين الدنيا قبل ما نخش في الشرح بتاعنا. في ناس كانت بتسال هل انا محتاج اي اصدار سابق لباتش سوبر ستار؟ لا، انت مش محتاج لاي اصدارات سابقه، كل اللي انت محتاجه الاصدار ده بس، مش محتاج لاي اصدارات سابقه. طيب في حد تاني هيسال لو انا عندي باتش لازم اشيله عشان الباتش ده يتسطب؟ اه طبعا لازم تشيل اي باتش عندك علشان الباتش ده يتسطب، ما ينفعش انت تسطب باتشين على نفس اللعبه، لا هو باتش واحد، ولو انت عندك اي باتشات تانيه لازم تشيلها. طيب اشيله ازاي؟ انا معرفش، هشرح كل ده وهفهمك الدنيا ازاي تخلي اللعبه عندك خام والدنيا تكون تمام، وتشيل اي باتش عندك على اللعبه وتكون جاهز ان انت تسطب الباتش ايا كان بقى ظروف اللعبه بتاعتك. حد تاني ممكن يسال طب انا هحتاج الداتا باك؟ لا، مش هتحتاج اي داتا باك، اي داتا باك نهائي مش هتحتاجها، هي مدمجه مع الباتش، وعملنا كده عشان كان في ناس ما بتحملهاش وكانت بتشتري دماغها من الموضوع، فما كانتش بتحمل الداتا باك، وطبعا الداتا باك من غيرها هيحصل لك مشاكل، وطبعا كنا بنلاقي فيه مشاكل كتير عند الناس، فبنضطر ان احنا نقول له يحمل الداتا باك. فعلشان نتفادى الموضوع ده ونتفادى المشكله دي، دمجنا الداتا باك في الباتش، تمام، علشان حضرتك ما تحتاجش لاي حاجه، لا تروح تحمل حاجه ولا تعمل اي حاجه، لا كل حاجه عندك في الباتش. طيب ناس كمان كتير قوي بتسال هل الباتش بيشتغل على البلاي ستيشن؟ لا، الباتش ما بيشتغلش على البلاي ستيشن، بيشتغل على الكمبيوتر بس، ما بيشتغلش على البلاي ستيشن نهائي، ولكن ممكن يبقى فيه نيه ان يبقى فيه شغل على البلاي ستيشن ان شاء الله يعني، بس لغايه دلوقتي الباتش ده للكمبيوتر بس. طبعا الاصدار ده في ناس جربته ولعبت بيه دلوقتي، من كام يوم بالظبط نزلنا بوست وقلنا ان الباتش هيبقى نازل بريميوم وهيكون متاح بريميوم. ويعني ايه بريميوم؟ يعني مدفوع، هيكون متاح للي عايز يشتري النسخه المدفوعه. طيب ايه مميزات النسخة المدفوعة؟ يعني ايه مميزات النسخة المدفوعة؟ النسخة المدفوعة هي ان حضرتك بتحمل من لينكات مباشرة، مفيش اي اعلانات، مفيش اي حاجة، لان ناس كتير قوي كانت بتشتكي من الموضوع ده، بتشتكي من قصة الاعلانات دي. لا، انت في النسخة المدفوعة ما عندكش اي اعلانات ولا اي حاجة، بتستلم الباتش بلينكات مباشرة تماما من غير اي اعلانات، وبتحمل بالسرعة بتاعتك الكاملة، وكمان بيبقى عندك دعم بعد ما بتحمل الباتش، حضرتك بتكلمنا وبنخش نسطب لك الباتش بنفسنا، بتستلم مننا اللعبه على انك تدوس ستارت او تدوس بلاي على طول، ده بتستلم اللعبه على كده، ما بتعملش اي تسطيب ولا اي حاجه، كل اللي عليك ان انت بتحمل الباتش بس، ده اللي حضرتك بتعمله، اكتر من كده ما بتعملش. بعد ما بتحمل الباتش بتكلمنا واحنا بنسطب لك الباتش. كمان بيبقى عندك دعم في اي وقت، لو احتجت اي حاجه، حصل مشكله معاك، بتكلم الادمن وبتعرفهم ان انت اشتريت منهم الباتش وهم بيحلوا لك المشكله، لان حضرتك بيبقى ليك دعم كامل في اي وقت. طيب في ناس هتسال في فرق ما بين الباتش المدفوع والباتش المجاني اللي ينزل؟ لا، نفس المميزات، مفيش ميزه زياده، بمعنى اللي هتلاقيه في الباتش المجاني هو هو اللي هتلاقيه في الباتش المدفوع، تمام، مفيش مثلا مميزات زياده، لكن المميزات اللي انا اتكلمت عليها دي حضرتك مش هتاخدها، يعني مش هتلاقي حد بيسطب لك الباتش، مش هتحمل من لينكات مباشره، هتحمل من لينكات فيها اعلانات، ومش هيبقى عندك دعم بعد التسطيب، تمام، لكن الشغل اللي جوه الباتش هو هو اللي هنا هو اللي هنا.
لكن الحاجات اللي انا ذكرتها دي اللي مش هتكون متوفره في الباتش المجاني كده. تمام، لو في اي حد عايز يشتري النسخه البريميوم كل عليك انك تتواصل مع اللينكات اللي موجوده في اول كومنت، سواء الادمن احمد رضوان اللي هو انا او الادمن محمود جمال، الاثنين دول اللي تقدر من خلالهم تشتري منهم النسخه المدفوعه. اي اكونتات تانية غير الاكونتات اللي موجوده في اول كومنت دي احنا مش مسؤولين عنها، لان لما نزلنا من كام يوم البوست وقلنا ان احنا هننزل باتش نسخه مدفوعه، ناس عملت اكونتات فيك وبقت بتخش للناس انا ادمن في سوبر ستار والكلام ده وهسطب لحضرتك الباتش والكلام ده، وكان هيحصل عمليه نصب، بس الحمد لله الموضوع اتلحق يعني. فعلشان الامان وزياده الامان ما تتعاملش عن اي مصدر خارج الصفحه بتاعتنا، اي حاجه احنا عايزين ننزلها هننزلها، اي حد يخش لك يقول لك انا بسطب الباتش او انا هبعت لك الباتش ابعت لي الفلوس والكلام ده، مفيش اي حاجه من الكلام ده، فما تخرجش عن المصدر بتاعنا. احنا لو في اي حاجه او اي اكونت تابع لينا بننزل وبنقول ان ده فلان الفلاني تابع لينا. فزياده امان انا هسيب لك لينك الاكونتات اللي بتفعل في اول كومنت، بحيث ان لو حضرتك عايز النسخه المدفوعه من الباتش بتروح لاي اكونت من الاكونتين اللي تحت دول بتكلمهم، وفي ساعتها على طول بيبعت لك اللينكات بمجرد ما تحول الفلوس في نفس اللحظه على طول. تمام، خلينا نبدا بقى فيديو الشرح بتاعنا. هنمشي مع بعض خطوه خطوه كده قبل التسطيب، هنعمل كام حاجه كده مع بعض علشان تكون اللعبه جاهزه عندك وتتاكد انت بتسطب بالطريقه المظبوطه وما يكونش عندك اي مشاكل. اول حاجه احنا محتاجين قبل ما نسطب ان احنا نخلي اللعبه خام. فزي ما انت شايف كده ادي اللعبه عندي محطوط عليها باتشات، لو نفترض ان محطوط عليها باتشات بالشكل ده كده، فحضرتك عايز تشيل اي باتش عندك، الطريقه اللي انا هشرح بيها دي هتمشي على اي حاجه، يعني اي باتش عندك هتطبق بنفس الطريقه دي، طريقه موحده، الموضوع سهل جدا وبسيط، يعني دي الطريقه تمشي على اي حاجه واي باتش عندك، سواء انت عندك بقى اللعبه خام ما عليهاش باتشات هتعمل برده معايا نفس الطريقه دي. تمام، طيب كل اللي هتعمله انك هتروح للعبه عندك وتروح محدد على كل الفولدرات اللي موجوده فيها وتشيل التحديد من على فولدر الداتا، الحاجه الوحيده اللي ما بتحددش عليها هي فولدر الداتا. تمام، حددنا بالشكل ده كده، كل اللي هتعمله انك هتروح للشيفت ديليت وتمسح الملفات بالشكل ده كده. ده الموضوع بكل بساطه، ده اللي بتعمله ايا كان الباتش اللي عندك. لو اللعبه عندك حتى خام معلهاش باتشات اعمل في اللعبه كده، هتمسح كل حاجه فيها ما عدا ملف الداتا، ملف الداتا اوعى تشيله. تمام، ايا كان عندك باتش ايه، ايا كان كنت عامل ايه في اللعبه، امسح كل حاجه ما عدا ملف الداتا. زي ما حضراتكم شايفين كده وخلص معايا بالشكل ده كده اهو، وما بقاش معايا في اللعبه بتاعتي غير ملف الداتا. في سؤال ممكن يتسال دلوقتي، وهو الباتش بيشتغل مع نسخه ستيم؟ لا، الباتش ما بيشتغلش مع نسخه ستيم خالص، الباتش مع النسخه المكركه بس، لان نسخه ستيم خلاص اتوقفت. تمام، وما بقاش فيها اونلاين، فاحنا فضلنا ان احنا نشتغل على نسخه الكراك، ده افضل وده احسن علشان نسهل عليكم وعلينا. طيب في حد ممكن يقول دلوقتي، طب انا ما عنديش، انا دلوقتي مسحت الكراك ومسحت كل حاجه، هجيبه منين لما لف التشغيل كمان اتمسح وكل حاجه اتمسحت؟ ما تقلقش، كل حاجه موجوده في الباتش، كل عليك انك هتمسح كل الملفات وتسيب ملف الداتا ده بس، وسيب بقى الباقي علينا. تعالى ننتقل على النقطه اللي بعدها. تاني حاجه مهمه لازم تكون عارفها قبل تثبيت الباتش، وهي ان انت يكون عندك مساحه في البارتيشن اللي انت هتسطب فيه ما تقلش عن 110 جيجا. تمام، لو عندك ازيد من 110 تمام مفيش اي مشكله، لكن المساحه اللي تكون عندك ما تقلش عن 110. انا عندي طبعا 134، فده كويس جدا، يعني ده كويس قوي، حجم الباتش كبير انا عارف، بس مليان شغل كتير وانا مش محتاج اعيد وازيد في النقطه دي، انت هيبان معاك كل ده. قدرنا ان احنا نضغط الباتش من 100 وشويه ل 30 جيجا، فانت حضرتك بتحمل 30 جيجا وبعد التسطيب بيبقوا 100 وشويه. اتاكد ان اقل مساحه تكون سايبها 110 جيجا، لو سبت مساحه اقل من كده الباتش مش هيتسطب معاك وهيحصل معاك مشكله. تعال ننتقل على النقطه اللي بعدها. النقطه اللي بعد كده وهي ان انت ما تحطش اللعبه في اي فولدرات بالعربي، يعني بالشكل ده كده بخش الاقي ناس حاطه اللعبه هنا كده والبارتيشن مكتوب بالعربي بالشكل اللي قدامك ده كده، او قصدي الملف مكتوب بالعربي، الفولدر ده مكتوب بالعربي، وده غلط. لما تيجي تسطب هيظهر معاك مشكله، ما ينفعش اللعبه تكون في فولدر باي فولدر بالعربي، يعني ما ينفعش مثلا اول فولدر ده بالعربي وتاني واحد بالعربي وكلام، ما فيش اي فولدر يكون بالعربي، مسار اللعبه لازم يكون كله بالانجليزي. ده البارتيشن عندي اهو بالشكل ده كده، كل اللي اعمله انا هروح اجيب اللعبه بتاعتي. تمام، حتى فولدر اللعبه ما يكونش اي، بص ما فيش اي حاجه متسميه بالعربي، فولدر اللعبه يكون برده بالانجليزي، يفضل انت تسميه بيس 2021 زي ما انا مسميه كده. هتاخد الفولدر بتاع اللعبه كده، وادي ادي ده البارتيشن اهو، في اول البارتيشن كده حطه هنا بس، خدوا كات كده، ما تاخدوش كوبي. تمام، خدوا كات
وانقله في اول البارتيشن كده. بعد كده الفولدر العربي ده مع السلام ماشي، لان انا بشوف حاجات غريبه، ده بيعمل مشاكل في التسطيب كتير، بيخلي التسطيب ما يسطبش، لان الفولدر لما يكون بالعربي اللغه العربيه نفسها مش مدمجه في برمجه ملف التسطيب، فما بيعرفش يوصل لها، وده في طبيعي في اي تسطيب. لازم تكون كل المسارات اللي انت هتسطب فيها بالانجليزي، وكمان ما تكونش المسارات كبيره، يعني مثلا ما تكونش مثلا بيس كذا مش عارف ايه، بعد كده مش عارف كذا في كذا، وكل المسارات دي في الاخر الاقي ملف اللعبه، لا مفيش الكلام ده. طيب انا لو اللعبه بتاعتي في ستيم، فانا هكون ستيم ابس كومان مش عارف ايه الكلام ده، خش لغايه ما توصل لفولدر اللعبه، هات فولدر اللعبه كات وحطه في اول البارتيشن كده بالظبط، يعني انت عايز تخش على البارتيشن كده تلاقي فولدر اللعبه على طول، تخش كده تلاقي ملفات اللعبه، ما تلاقيش برضو جواها ملف في ملف في ملف، لا هي ملفات اللعبه كده على طول، فاهم قصدي؟ يعني انت تخش على البارتيشن كده تلاقي فولدر اللعبه، تخش عليه خلاص انت بقيت في اللعبه، بس ده اللي انت محتاجه، عشان برضو المسارات الكبيره قوي بتعمل مشاكل في التسطيب، فلا خلي الدنيا قصيره كده، واسم اللعبه يكون بالشكل ده كده، لو مسميه اسم بالعربي او اسم كبير او الكلام ده سميه بيس 21، مش انت مش محتاج اكتر من كده، يعني اسم اللعبه او اسم فولدر اللعبه هو مش هيضيف لك حاجه. تعال ننتقل على النقطه اللي بعدها. زي ما انتم شايفين كده الملفات عندي بالشكل ده كده، دي ملفات الباتش وده ملف فيكس. لازم تكون مرتب الملفات زي ما انا مرتبها كده، ده ليك انت بس عشان ما يحصلش لخبطه. طيب تعال نخش على ملفات الباتش بالمنظر ده كده، وهتلاقي عندك 7 بارتات. طبعا انت ممكن تحمل البارتات اللي انت عايزها، عندك لينكات متقسمه على 5 جيجا وعندك لينكات متقسمه على 2 جيجا، حمل اللينكات اللي انت عايزها او البارتات اللي انت عايزها او التقسيمه اللي انت عايزها، مفيش اي مشكله، اي تقسيمه طريقه واحده. طيب هنروح على ملفات الباتش ده كده، طبعا انا محمل اللينكات اللي هي ال 5 جيجا بالشكل ده كده، فهنروح على الملفات اللي احنا حملناها بالشكل ده كده، نعلم عليهم بالمنظر ده كده، وبعد كده نكليك يمين اكستراكت هير بالشكل ده كده، هيبدا يفك الضغط معايا، سيبه لغايه ما يخلص. حاجه ما انا عايز انبه عليها، يا ريت بلاش برضو ملف التسطيب او المسار اللي موجود فيه ملف التسطيب يكون بالعربي. المسار بص حضرتك ازاي، ده البارتيشن بتاعي، وادي ده الملف اللي فيه الباتش تمام، وده الملف اللي انا مجمع فيه الباتش والدنيا، كل حاجه مكتوبه بالانجليزي، ما تكتبش برده حاجه هنا بالعربي، برده التسطيب هيحصل فيه مشكله ومش هيسطب. ماشي كده احنا متفقين. زي ما انت شايف هو بيفك الضغط معايا، فانا استناه لغايه ما يفك الضغط وهرجع لكم مره تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده وخلص فك الضغط معايا وطلع لي الملف ده، وطبعا ما ظهر ليش اي مشاكل في فك الضغط ولا اي حاجه، فكده وفك الضغط مظبوط وكل حاجه تمام. كل اللي هنعمله ان احنا هنفتح الملف اللي طلع لنا بالشكل ده كده، هنلاقي ادي ملفات باتش قدامنا تمام. لازم تتاكد ان ملفات الباتش عندك يعني حوالي 30 جيجا، لازم تتاكد ان ملفات الباتش عندك 30 جيجا، لازم تتاكد ان ملفات الباتش عندك حوالي 30 جيجا. وقبل ما نفتح ملف التسطيب تعال اقول لك هنسطب فين. هنروح على البارتيشن بتاعنا بالشكل ده كده، وزي ما انت شايف كده ادي البارتيشن بتاعنا اهو تمام مباشر ماشي، البارتيشن بتاعنا اهو. هنعمل كليك يمين ونعمل نيو فولدر ونسميه SSB تمام بالانجليزي، سميه نفس الاسم ده ماشي، يعني اهو البارتيشن بتاعنا اهو دخلنا عليه لقينا الفولدر. حلو، هنروح كده ندوس دوسه هنا كده ادي المسار، هتدوس على كنترول سي او هتعمل كليك يمين وتاخده كوبي تمام اي حاجه. بعد كده هنرجع على التسطيب بتاعنا بالشكل ده كده ونشغل التسطيب بتاعنا، هيبدا يفتح معانا التسطيب اهو بالشكل اللي قدامك ده كده، زي ما انتم شايفين كده التسطيب فتح معانا بالشكل ده كده. كل اللي هتعمله انك تدوس على تثبيت بالشكل ده كده، بعد كده هتحط المسار بتاعك. خلي بالك عشان في ناس هتعمل الحركه دي، هتقوم جايه حاطه المسار هنا كده، تحاول تحط المسار في الحته دي كده، كده انت ما عملتش اي حاجه، المسار كانه مش محطوط اصلا. طب امال ايه ده، ما انا محطوط اهو. لا هو ما بتحطش كده تمام. طيب امال احط المسار ازاي؟ كل اللي هتعمله انك تدوس على علامه السيرش دي بالشكل ده كده. بعد كده عندك طريقتين، اول طريقه ممكن تعملها وهي ان انت تروح بالشكل ده كده وتروح على البارتيشن بالظبط، يعني البارتيشن بس تحدد البارتيشن اللي انت هتسطب فيه، ما تحددش اي حاجه جواه. طب الملف المعمول ده لا ما تحددوش، حدد بس البارتيشن بس وتدوس اوكي. دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ممكن تعمل زي ما كنا احنا هنعمل بالظبط، احنا خدنا المسار بتاع الفولدر جميل، هتروح جاي هنا كده بالظبط حاطط المسار اللي احنا خدناه كوبي من شويه هنا، بعد كده تدوس اوكي بس. يبقى انت بتحط المسار فين؟ تحط المسار هنا، ما بتحطوش هنا. جميل جميل. بعد كده هو هنا بيقول لك اهو انت محتاج حوالي بتاع 98 جيجا علشان تسطب الباتش ده، وزي ما انت شايف هو هنا بيقول لك دي المساحه بتاعت التسطيب هتكون حوالي 98 جيجا، ده بشكل تقريبي لكن هي بتبقى 100 وشويه. زي ما قلت لك سيب 110 كزياده تاكيد ليك، فاهم؟ هو مش هيوصل يعني ل 120 والكلام ده، لا انت سيب 110 ده زياده بس، زياده ليك فاهم، هو مش هياخد ال 110 كلهم. هتدوس على علامه السهم ده كده، بعد كده هتشيل العلامتين من هنا من ده وده كده، بعد كده هتدوس على علامة السهم ده كمان بس، هيبدأ يسطب معاك بالشكل ده كده، هتسيبه لغاية ما يخلص خالص لأن التسطيب بياخد وقت. لك أن تتخيل هو بيفك 100 جيجا من 30 جيجا، أنت فاهم احنا ضاغطين الباتش ازاي؟ فبياخد وقت، وقت قد ايه؟ حسب إمكانيات جهازك. طب الطبيعي هياخد معاك ساعة أو ساعتين،
اه فعلا زي ما بقولك، يا ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين، مش هيطول عن كده. لو طول سيبه، سيبه لغاية ما يخلص خالص أيا كان الوقت اللي ياخده، بس زي ما قلتلك هو مش هيزيد عن الوقت ده. فأنا هستناه لما يخلص وهرجع لكم مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده، وخلص معايا بالشكل ده كده وجايب لي سكسسفولي فينيش دي كده، وخلص وكل حاجة تمام ومظهرش معايا أي نوع من المشاكل ولا أي حاجة خالص. زي ما أنت شايف كده، هو خد معايا حوالي ساعة وربع، ممكن ياخد معاك أكتر. أنا زي ما قلتلك هو بياخد ساعة، ساعة ونص أقصى حاجة، ساعتين. ممكن لو طول عن ساعتين برضو مفيش مشكلة، طول ما هو شغال ومظهرلكش أي نوع من أنواع الإيرور يبقى انت ما عندكش اي مشكله ولا اي حاجه، هو كده شغال. سيبه، كل اللي هتعمله انك هتدوس على علامه السهم ده اللي هي النيكست دي، بعد كده هيطلع لك الرساله دي بالشكل ده كده، هتروح دايس على الاكس بالمنظر اللي انت شايفه كده، افتح معاك صفحه الفيس بتاعتنا والجروب بتاعنا. تمام، هنقفل بالشكل ده كده. بعد كده بعد ما خلصنا تسطيب، في حاجه طبعا اكيد لفت نظرك من اول ما بدانا نسطب، وهو البرنامج ده. البرنامج ده حضرتك لقيته موجود هنا في الشكل ده كده اول ما بدانا تسطيب، بس احنا سطبنا الاصدار وما سطبناش البرنامج ده. طب هو ايه البرنامج ده اصلا؟ وانا لما افك الضغط هلاقيه ولا لا؟ انت مش هتلاقي البرنامج ده، انت هتفك الضغط ومش هتلاقي البرنامج ده اللي انا قلت عليه. هتلاقي الملفات عندك بالشكل ده كده، مش هتلاقي البرنامج ده خالص. هو ايه طب البرنامج ده وايه لازمته هنا؟ البرنامج ده مطلوب من حضرتك تسطبه عشان ما يظهرش لحضرتك الرساله اللي قدام حضرتك على الشاشه دي وانت بتفتح السلكتور. وعلشان ما تظهرش معاك الرساله دي، مش هنستنى لغايه ما نفتح السلكتور، لان لما كنا بنسطب الباتش الناس كتير كان بيظهر عندهم الرساله دي، وكان حلها ان انت لازم تسطب البرنامج ده. فاحنا مش هنستنى لما الرساله تظهر لنا، سواء الرساله تظهر لك او لا، ما تروحش تجرب وتشوف الرساله تظهر لك ولا لا. انت اعمل زي ما انا بقول لك كده، حمل البرنامج ده، هتلاقيه موجود مع لينكات التحميل بتاعت الباتش في منفصل كده على رابط منفصل، حمله وسطبه. فتعالى بينا نسطب البرنامج بالشكل ده كده، هنفتحه وتدوس انستول بالمنظر ده كده. بس عندك المشكله، ما عندكش المشكله ما تروحش تجرب وتشوف المشكله تظهر عندك ولا لا اما تشغل السلكتور. مش هيخسر في حاجه، هو حاجه من برامج الويندوز، فهو مش هيخسر اي حاجه ولا هيعمل لك اي مشكله سواء تسطب او لا. تمام، طيب خلاص كده خلصنا تسطيب، خلصنا كل حاجه. بنبه تاني ان البرنامج ده مش هتلاقيه موجود معاك، انت هتفك الضغط هتلاقي ملفات الباتش دي بس. حضرتك هتحمل البرنامج ده من الديسكريبشن، وضروري تحمله ما تطنش، ضروري تحمل البرنامج ده وتسطبه، وعلشان ما ظهرش لحضرتك المشكله اللي قدامك دي وانت بتشغل السلكتور. خلاص خلصنا تسطيب الباتش، الدنيا تمام. تمام، دلوقتي انا هتكلم على مشكلتين ممكن يظهروا معاك اثناء التسطيب. اول مشكله وهي ان انت تلاقي التسطيب قدامك بالشكل ده كده، ان صوره التسطيب مش كامله، بتاعه الانستول نفسها مش كامله، مش واضحه. تمام، او مفيش الاوبشنات كلها ظاهره قدامك، التسطيب زي ما انت شايف قدامك على الشاشه كده. طيب انا هعمل ايه لو نفترض ان ظهر معاك المشكله وان الصوره بتاعت التسطيب مش كامله؟ اهو زي ما انت شايف طبعا الصوره هنا كامله، بس زي ما انا حاططها لك قدامك على الشاشه كده، نفترض ان الصوره مش كامله بالشكل اللي قدامك ده كده، هنعمل ايه؟ كل اللي هتعمله ان انت هتدوس على زرار الويندوز، تمام، اللي هو ده، وبعد كده هتروح تفتح التاسك مانجر بالشكل ده كده. كل اللي هتعمله ان انت هتروح على التاسك مانجر بالشكل ده كده، وتختار سيت اب، وتروح دايس اند تاسك بالشكل ده كده، وبعد كده هنروح على الديسكتوب بالشكل ده كده، وهتدوس كليك يمين ديسبلاي سيتنج، ماشي. بعد كده هننزل تحت هنا عند سكيل اند لاي اوت بالمنظر ده كده، وهنختار 100%. انت هتلاقيها عندك ازيد من 100، مش هتلاقيها اقل من 100، انت ممكن تلاقيها ازيد، ولكن كل اللي هتعمله هتروح رايح دايس هنا كده وتخليها 100%، حتى لو ما فيهاش جنبها ريكومندد، يعني لو ما فيش جنبك لو ما فيش جنب ال 100% دي كلمه ريكومندد، انت خليها برده 100%. تمام، بالشكل ده كده. بعد كده هتروح قافل بالمنظر ده كده، وترجع للتسطيب تاني وتفتحه من الاول. تمام، هتلاقي ان شكل التسطيب فتح معاك عادي بالشكل الطبيعي، وهتلاقيه بالحجم بتاعه الاساسي ومفيش اي مشكله. دي اول مشكله ممكن تواجهك. طيب المشكله الثانيه اللي ممكن تواجهك، وهي مشكله الاس دون. وانت حضرتك بتسطب هتلاقي مشكله ظهرت لك فجاه كده وانت بتسطب، هتلاقي المشكله اللي قدام حضرتك على الشاشه دي، ما تدوس على اوكي ولا اي حاجه. تعالى نفترض انت جوه التسطيب، هتعمل ايه؟ تعالى اوريك. كل اللي هتعمله كالاتي، انت مثلا قدام التسطيب اهو، ماشي، وجات لك الرساله اللي انا قلت لك عليها دي. كل اللي هتعمله ان انت هتفتح برده التاسك مانجر، نفترض احنا فتحنا اوت تاسك مانجر، هتروح رايح على ملف التسطيب وتدوس اند تاسك. جميل، جميل جدا. كل اللي هتعمله كالاتي، هتلاقي لينك في الديسكريبشن، تمام، في الملف ده، تمام، اي اي او ران تايمز. تمام، هتفتح البرنامج ده بالشكل ده كده، بعد ما تفك عنه الضغط طبعا هيفتح معاك بالشكل كده، هتسيبه لغايه ما يحمل. تمام، فانا هستناه لما يخلص. زي ما انتم شايفين هو فتح معايا بالشكل ده كده. تمام، طبعا انا عندي برنامجين بس هما اللي ناقصين. تمام، انت هتلاقي عندك برامج كتير قوي، كل اللي هتعمله ايا كان اللي عندك هتروح دايس على انستول. عندك برامج كتير، برامج قليله، مش فارقه. كل اللي هتعمله ان انت هتدوس على انستول دي. تمام، بتدوس على بوز، دوس على انستول.
تمام، هيبدا يسطب معاك البرامج الناقصه، سيبه خالص لغايه ما البرنامج يخلص، وهتلاقيه قفل لوحده، وهتلاقيه هو قفل كده خلص سطب وهو قفل معاك لوحده. تمام، طبعا انا مش سطب لان انا كل حاجه عندي كامله. بعد ما سطبنا البرنامج وعملنا النقطه دي والخطوه اللي انا قلت عليها دي، كل اللي هنعمله كالاتي: هنرجع نفتح برنامج التسطيب وهنبدا نسطب بالشكل الطبيعي بتاعنا، هنحط المسارات زي ما انا شرحت وهنسطب بالشكل الطبيعي عادي خالص نفس اللي انا شرحته في الجزء اللي فات. هتلاقي ان الدنيا تمام ومفيش اي مشكله وكل حاجه مظبوطه. برضو خلي بالك زي ما قلت ان مشاكل الاس دان ممكن تترتب على الفولدر اللي انت بتسطب فيه، يعني لو المسار بتاعك بالعربي هيحصل مشكله الاس دان مهما عملت. تمام، لو المسار اللي بتسطب فيه بالعربي هيحصل مشكله الاس دان مهما عملت. فالحلول ان انت تتجنب مشكله الاس دان هو زي ما قلت لك ان انت تعمل اللي انا قلت عليه: المسار بتاعك ما يكونش فيه اي كلمه بالعربي، المسار اللي بتسطب فيه ما يكونش فيه اي كلمه بالعربي، وتحمل برنامج الاي اي او ران تايمز اللي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن في لينك منفصل، هتحمله وتسطبه زي ما انا قلت بالظبط كده، مش هتلاقي عندك اي مشاكل. دي كده كل المشاكل اللي ممكن تواجهك في التسطيب. طيب خلاص كده خلصنا؟ لا ما خلصناش طبعا، ده لسه فاضل الفيكس. تعال بقى نسطب الفيكس. كل اللي هنعمله ان احنا هنفك الضغط عن الفيكس، تمام، هيفك معاك بالشكل ده كده وهيتفك على طول، مش هياخد وقت. تعال كده نرجع قبل ما نخش على الفيكس ونختار المسار بتاعنا تاني اللي هو احنا سطبنا فيه. احنا بنرجع عشان نسطب الفيكس بنحط نفس المسار اللي احنا سطبنا فيه الباتش اصلا. تمام، دي مش اللعبه، ده ملف الباتش. اللعبه ايه؟ لعبه ما فيهاش غير الداتا، لسه مش هنقل اي حاجه. اوعى اوعى تروح رايح واخد الملفات وتنقلها على طول بعد ما تسطب الباتش، مفيش الكلام ده. انت بتروح على ملف الباتش كده اللي انت سطبت فيه الباتش بالظبط، وتروح محدده تاني وتروح تسطب فيه الفيكس برضو. تمام، نفس الكلام اهو، تختار المكان بالشكل ده كده، نيكست، بعد كده هتشيل العلامتين من هنا، بعد كده نيكست. خلي بالك ان الفيكس مهم، طبعا الفيكس مش هياخد معاك نفس الوقت اللي خده الاصدار، هتلاقيه خلص على طول زي ما انت شايف اهو، بص بيجري. مش هياخد معاك حاجه، هياخد حاجات بسيطه جدا، يعني ممكن ياخد دقيقه، ده لو كمل يعني دقيقه بس. بالشكل ده كده هيخلص معاك، هو لسه طبعا بيحمل. خلي بالك ان الفيكس مهم، الفيكس مهم جدا لانه بيحل شويه مشاكل وشويه حاجات، من غيره هتلاقي مشاكل عندك. فلو الفيكس ملوش اهميه مش هنضيفه في الباتش، عشان في ناس بتطنش وما بتحملش الفيكس. يا جماعه الفيكس مهم جدا وحاجه اساسيه، فارجوك ارجوك ما تطنش. تمام تمام، فيكس خلص معايا، بص خد 24 ثانيه، انت ممكن ياخد معاك، قول يا عم هياخد دقيقه، يعني مش زي الباتش طبعا. هتطلع لنا الرساله اللي قدامك دي، هتروح دايس على الاكس كده، هيفتح معاك طبعا الفيس بتاعنا برضو نفس الكلام، وكده احنا سطبنا الفيكس خلاص كده. طيب هنروح على الملف بتاعنا، الملف ده، وهتروح رايح هنا كده، وخلي بالك قوي من الحته دي، ركز بقى معايا في اللي جاي ده، عشان انت كده انت خلاص انت خلصت تسطيب، فاللي جاي ده ليله تانيه، موال تاني لازم تركز فيه. طيب هنروح على الملفات دي وتاكد ان الملفات، بص الاسامي بتاعتها هي دي بس اللي تحدد عليها، وتقوم جاي مسح. تمام، ليه بعمل كده؟ لان حضرتك الملفات دي شبه ملف السيلكتور، فهيحصل لخبطه ممكن تدوس عليها، لو دوست عليها هتمسح لك فولدر اللعبه كله، فاهم؟ فاحنا بنشيلها، هي ما بتعملش اي مشاكل ولا اي حاجه، يعني لو حذفتها مش هيحصل معاك اي مشاكل في اللعبه ولا اي حاجه، لا هي دي ملفات اللي طلع لك نتيجه التسطيب، فانت لو مثلا دوست عليها بالغلط هتمسح لك كل اللي في الفولدر، فاحنا بنشيلها بنحذفها خالص عشان هي شبه بس ملف السيلكتور، فما يحصلش معاك لخبطه. هناخد الملفات بتاعتنا بالشكل ده كده، تمام، هناخدها كات مش كوبي، هناخدها كات. تمام، بعد كده هنروح على فولدر اللعبه بتاعنا اللي ما فيهوش غير الداتا بالمنظر ده كده، وهندوس بيست لا اكتر ولا اقل. تمام، خلي بالك ان ممكن مثلا في ملف كونتنت او ملف سوبر ستار ايفو ما ينقلوش معاك، فلو في اي ملف جابه لك وقال لك مثلا دوس سكيب، تمام، وما رضيش ينقل بالشكل اللي قدام حضرتك على الشاشه ده كده، عادي ارجع للملف اللي انت سطبت فيه، هتلاقي الملفات موجوده، ارجع تاني خدهم كات وحطهم ونقلهم تاني، وبعد كده خليك وراهم لغايه الاثنين، وهيتنقلوا على طول، ممكن اثنين من اول مره وممكن لا. عايزك تركز معايا في النقطه اللي جايه دي كويس قوي، دي التركه كلها، دي اللعبه كلها، علشان دي اهم خطوه، دي اهم خطوه، لو ما ظبطتش منك حرفيا انت هتكون بوظت كل حاجه، كانك لا سطبنا ولا كانك عملنا، وكل الوقت اللي انت ضيعته في التسطيب ده راح في الهواء. حركه واحده بتتعمل هنا غلط بتخرب الدنيا كلها، بتبوظ الباتش كله، انت فاهم، بتبوظ كل اللي عملته. فخليك معايا وركز كويس جدا. تمام، ركز بقى معايا في اللي هبدا اقوله، وهي قصه السيلكتور. السيلكتور هنا اللي هتكون معاك في كل حاجه، هي اللي هتعمل لك كل حاجه. احنا صممنا السيلكتور علشان توفر عليك اي حاجه ممكن تعملها،
كل حاجة هنا في السيلكتور بتتم بضغطة واحدة. فركز معايا عشان اي ضغطة بتضغطها بتعمل حاجة، فانت لو عملت اي حاجة غلط هتبوظ لك الدنيا. تعالى كده نفتح السيلكتور بالشكل ده كده، هيبدأ يحمل معاك بالمنظر اللي انت شايفه ده كده، مش هياخد معاك وقت زي ما انت شايفين، هو حمل بالشكل ده كده اهو وفتح لك 3 مواقع هتقفلهم بالشكل ده كده. بعد كده بيقول لك مرحبا بك في السيلكتور الجديد الخاص بسوبر ستار، نشكرك على انتظارك ورسالة ليك وبقراها. بعد كده بيقول لك ان احنا اشتغلنا كتير، وبيوضح لك بقى كل حاجة، رسالة كده ليك تقراها. بعد كده بدوس نيكست. بعد كده بيقول لك انت مستعد انت تجرب السيلكتور، وبيطلب منك ان انت تشوف فيديو الشرح اللي المفروض حضرتك بتشوفه دلوقتي. طيب هندوس على فينيش، هيبدا يشتغل معانا اغنيه كده، فاحنا ايه هنوقفها من هنا او هندوس على اي حته في السيلكتور بالشكل ده كده، ممكن توقف الاغنيه من هنا. طيب تعمل ايه هتبدا تستخدم السيلكتور؟ استحاله. طب امال ايه؟ طيب كل اللي هتعمله هتدوس على ستارت. هدوس على ستارت، انا ما عملتش حاجه، دوس بس على ستارت وانا هفهمك. هتدوس على ستارت بالشكل ده كده. بعد كده بيقول لك من فضلك قم بالضغط على سيلكت جيم واختار ملف تشغيل اللعبه. كل اللي هتعمله هتدوس على سيلكت جيم، ما تدوس على دن، دوس على سيلكت جيم الاول. تمام، هيفتح معاك البرنامج بالشكل ده كده. كل اللي هتعمله انك هتدوس هنا كده على المسار ده، بعد كده كليك يمين وهتدوس كوبي. بعد كده هترجع لملف السيلكتور بالشكل ده كده. طيب فين البرنامج اللي ظهر لي وفين الرساله اللي ظهرت لي؟ انا مش لاقيهم. كل اللي هتعمله ان انت هتدوس على الت وتاب بالشكل ده كده. تمام، بعد ما تدوس على الت وتاب بالمنظر اللي قدام حضرتك ده، هتلاقي الرساله اللي قدام حضرتك اهي، وهتلاقي البرنامج اللي فتح. هتختار الرساله بالشكل ده كده، بعد كده تدوس على الت وتاب تاني وتختار البرنامج. طيب هعمل ايه وايه الحاجات دي؟ سيبك من الحاجات اللي موجوده هنا، ما تجيش جنبها. طيب انا هعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتدوس على اد او على علامه الزائد دي، بعد كده هتفتح معاك بالشكل ده كده، هتحط فيها المسار اللي احنا اخترناه. تمام، هتحط ايه؟ طبعا مش هتفتح لك على مسار اللعبه كده، انت هتحط فيها المسار هنا وتدوس انتر، هيجيب لك مسار اللعبه بتاعنا. كل اللي هتعمله انك هتختار ملف تشغيل اللعبه. خلي بالك ده ملف اداه التفعيل، ده ملف التشغيل، خلي بالك من النقطه دي كويس قوي. طيب هنفتح ملف التشغيل بالشكل ده كده، او هندوس عليه كليكتين، بعد كده هنقفل خلاص كده، شكرا، هنقفل على كده، مش هعمل اي حاجه تاني. لا طيب هنرجع للرساله بتاعتنا دي، وهتروح دايس على دن. تمام، اوعى تدوس على دن من غير ما تعمل سيلكت زي ما انا عملت في الخطوه اللي فاتت دي كده. تمام، اوعى هيحصل معاك مشاكل. طيب بيقول لك هو انت فعلا دوست على سيلكت جيم واخترت ملف تشغيل اللعبه؟ هتقول له يس، او ما عملتش كده فدوس على نو، هيرجعك تاني واعمل سيلكت جيم والدنيا تمام. طيب لو عملت خلاص هتدوس على دن، بعد كده هتدوس على يس. كده احنا مؤهلين ان احنا نستخدم السيلكتور. طيب ابدا بقى اختار الحاجات دي؟ لا، اوعى تعمل كده. قبل ما تتحرك اي حركه في السيلكتور، كل اللي هتعمله كالاتي: هتروح على التشيك فايل وتدوس عليها، هيقول لك تم فحص جميع الملفات الاساسيه بنجاح وجميع الملفات كامله ولا يوجد اي ملف ناقص، هتدوس اوكي. بعد كده قال لك تم فحص جميع ملفات فولدر الداونلود بنجاح وجميع الملفات كامله ولا يوجد اي ملف ناقص. طيب لو لقيت ملف ناقص، تعالى نفترض كده ان احنا مثلا انا ما عنديش ملف كونتنت، فانا مثلا اغير مكانه، مثلا هحطه في الداونلود، مثلا هحطه هنا عشان بس اوريك ان التشيك فايل شغاله، لو في ملف ناقص عندك هيقول لك. فمثلا هتدوس على التشيك فايل، هيقول لك تم فحص جميع ملفات فولدر الداونلود اللي هو الفولدر اللي في الداونلود وهي كامله، تمام ما فيهاش اي مشكله، دوس اوكي كده. قال لك الفولدر غير موجود. فولدر ايه؟ فولدر الكونتنت. فعلا فولدر الكونتنت احنا شلناه من مكانه، فهو يعتبر مش موجود، هو مش لاقيه. طبعا لو في فولدر تاني غير الكونتنت مش موجود، هتلاقي اسمه مكتوب هنا. ونفس الكلام لو في اي ملف جوه فولدر الداونلود مش موجود، اي ملف سي بي كي مش موجود، هيقول لك ان ملف كذا ناقص. في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتسطب الباتش من الاول تاني، كده انت سطبت غلط. هندوس اوكي. بعد كده تعالى نرجع الملف اللي احنا شلناه من مكانه ده. انا عملت الحركه دي بس عشان اوريك ان لو في ملف مش موجود عندك السيلكتور هيقول لك. طيب هندوس على التشيك فايل تاني كده، قال لك خلاص تم فحص جميع الملفات الاساسيه. الملفات الاساسيه هي الملفات دي، ملفات الباتش نفسها. في فرق ما بين الملفات الاساسيه وفي فرق ما بين ملفات فولدر الداونلود، تمام، لان دي ملفات ودي ملفات تانيه. الملفات الاساسيه اللي هي بتبقى بره دي. طيب ملفات فولدر الداونلود اللي هي بتبقى جوه فولدر الداونلود، اللي هي ملفات السي بي كي اللي هي بتبقى جوه. تمام، هندوس على اوكي. بعد كده ندوس على اوكي تاني. بعد كده عندك هنا طبعا بتشغل اللعبه، وهنا السيتنج، وهنا التشيك فايل، وهنا البحث عن تحديثات. تعال نشرح موضوع البحث عن تحديثات جديده. البحث عن تحديثات جديده في عندك تحميل اللي هو البيزك العادي وتحميل البريميوم. البريميوم ده مجرد ما بتدوس عليه هيقول لك اختار المتصفح، بتختار منه المتصفح اللي انت بتستخدمه ايا كان بقى جوجل كروم او ايدج. تمام،
بتختار اي متصفح انت بتستخدمه فيهم تمام، وبعد كده بيوجهك على صفحه بتقدر تكلمنا وتشتري بيها الباتش بريميوم او تشتري التحديثات اللي جايه، يعني تقدر تشتريها بريميوم. ودي التحميل العادي، ده برضو نفس الكلام، لما بتدوس عليها بيوجهك على صفحه تانية بيقول لك اذا كان في اذا كان انت على اخر اصدار ولا في تحديث نزل ولا لا. تعال نقفل بالشكل ده كده. فده كان شرح اوبشن البحث عن تحديثات، عشان ده من خلاله هتقدر تعرف اذا كان في تحديث جديد ولا لا. فانت كل فتره للتانيه كده هتروح على البحث عن تحديثات جديده دي وتدوس على تحميل عادي وتختار المتصفح اللي بتستخدمه، وهيوجهك على صفحه يقول لك اذا كان في تحديثات نزلت ولا لا. نفس الكلام في البريميوم، لو انت عايز تشتري التحديث الجديد او تحجزه تقدر تدوس على البريميوم دي، وبعد كده هيوجهك على صفحه تانية هتملى اسمك والبريد بتاعك. تعال اوريك كده برضو الموضوع هيكون ماشي ازاي. زي ما انت شايف كده وجهنا على الصفحه دي، كل اللي هتعمله ان انت هتكتب اسمك هنا تمام، بتكتب الجيميل بتاعك هنا، بعد كده بتكتب رساله هنا بقى ان انت انا عايز مثلا الاصدار الجديد او عايز التحديث الجديد وهكذا، وبعد كده بتدوس على ارسال. اهم حاجه تكتب اسمك وبريدك او الجيميل بتاعك بمعنى اصح، ولازم الجيميل يكون مظبوط تمام. برضو في اوبشن تاني، لو انت مش عايز تبعت او بعت هنا ومحدش رد عليك تقدر تكلمنا على رسائل الصفحه وهنرد عليك ان شاء الله، وهنحجز لك التحديث اللي جاي. تعال نرجع للسلكتور بتاعنا، هنقفل خلاص بالكلام ده. طبعا هنا انت بتشغل اللعبه، وهنا بتشغل ملف السيتنج، وهنا طبعا بتعمل تشيك فايل كده. شرحنا اول بيدج اللي هي بيدج الهوم. تعال نروح على التورنامنتس. ايه ده، ركز معايا بقى كويس قوي، هنا اللعبه كلها هتبقى هنا. بس بقى بمجرد ما تعدي الخطوه دي انت كده خلاص اتنيلي. اللي جاي كله سهل جدا، انت عديت اصعب حاجه، والموضوع مش صعب برضه، هو سهل، بس ركز معايا عشان تفهم بس اللعبه ماشيه ازاي، لان هو معمول بطريقه معينه. عند حضرتك هنا كاس العالم، وعند حضرتك البطولات الاضافيه. اوعى 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 تجري وتروح مختار كاس العالم، لا، انت اول حاجه بتعملها بتروح على البطولات الاضافيه، ما تجيش جنب كاس العالم دلوقتي خالص ماشي. بتروح على البطولات الاضافيه بالشكل ده كده، بعد كده بيفتح لك رساله بيقول لك اختار السوبر الافريقي ولا السوبر المصري. بتختار حاجه واحده بس، وفي اي وقت عوزت تبدل او تغير نفس الموضوع هتمشي بنفس الطريقه اللي انا هقول عليها دي. مثلا انا اخترت السوبر الافريقي، في حد هيقول لي طب ما ينفعش الاثنين؟ لا ما ينفعش الاثنين، احنا بنبدل ما بينهم تمام، لازم بنبدل ما بينهم، ودي الطريقه الوحيده ان احنا كنا نقدر نضيف بطولات في اللعبه. فاهم الفكره؟ فكره جات لنا كده نضيف لكم بطولات زياده تمام، لان ده اوبشن في اللعبه ما نقدرش نغيره، ده عشان نقدر نغير حاجه زي كده انت محتاج لعبه ثانيه. بعد كده جات لك رساله بيقول لك من فضلك قم باختيار اختيار واحد فقط من الاختيارات الذي امامك. يعني ايه برضه؟ طب ماشي تعال ندوس اوكي ونفهم. دلوقتي انت بتختار اختيار واحد بس من الاختيارات دي، طب هي ايه الاختيارات دي؟ بص يا سيدي، اول اختيار عندك السوبر الافريقي وكاس مصر والمؤتمر الاوروبي. لو اخترت الاختيار ده هتخش هتلاقي التلات بطولات دول موجودين متبدلين مع بطولات تانية، انت فاهم الفكره؟ يعني هتلاقي بطولاتك طبعا عاديه للتشامبيونز ليج وكل حاجه والكلام ده، انت فاهم الفكره؟ لكن احنا بنتكلم في البطولات دي بس، دي اللي هتضاف جوه. طب البطولات التانية هتتشال؟ لا مش هتتشال، هي موجوده زي ما هي. تعالى للاختيار اللي بعده، السوبر الافريقي وكاس الرابطه والمؤتمر الاوروبي. هو انا لو اخترت السوبر الافريقي وكاس الرابطه والمؤتمر الاوروبي هدخل الاقي كاس مصر؟ لا، هتلاقي مكان كاس مصر كاس الرابطه، وهتلاقي مكان السوبر المصري السوبر الافريقي. كده الدنيا الامور واضحه لغايه دلوقتي، وطبعا هتلاقي مكان بطوله اوروبا ليج هتلاقي مكانها بطوله المؤتمر الاوروبي، وطبعا هتلاقي بقى الدوري والدنيا تمام وكل حاجه. انا قلت لك البطولات اللي بيتبدل معاها تمام، الموضوع واضح قوي لغايه دلوقتي. طيب طب انا لو اخترت ايه؟ الموضوع عادي، هتلاقي السوبر الافريقي وهتلاقي كاس مصر، طبعا هتلاقي الدوري وهتلاقي البطولات الثانيه وهتلاقي بطوله اوروبا ليج والدنيا تمام. هنا هتلاقي مكان السوبر المصري، هتلاقي السوبر الافريقي، وهتلاقي مكان كاس مصر كاس الرابطه، وهتلاقي اوروبا ليج عادي زي ما هي. فاهم الفكره ماشيه ازاي؟ طيب انا بختار ايه بقى؟ بختار اختيار من هنا واختيار من هنا؟ لا، انت بتختار اختيار واحد من الاربع اختيارات دول، اختيار واحد بس، مش اختيارين ولا حاجه، اختيار واحد. هو كده كده لو انت مثلا لو انا على سبيل المثال اخترت الاختيار ده وبعد كده رحت اخترت الاختيار ده مثلا، هتلاقي اخر اختيار انت اخترته عشان تبقى فاهم. يعني انا اخترت ده واخترت ده ومثلا اخترت ده واخترت ده، هلاقي ايه؟ هتلاقي اخر اختيار. ايا كان هو اخر اختيارك ايه، هو هياخد اختيار واحد بس ماشي. فتعالى مثلا نفعل السوبر الافريقي وكاس الرابطه والمؤتمر الاوروبي. تعالى كده مثلا نفعل، قال لك تم تفعيل بطوله السوبر الافريقي وكاس الرابطه وبطوله المؤتمر الاوروبي بنجاح. اي وقت تعوز تبدل، عايز مثلا ترجع انت بقى للسوبر المصري تاني، عايز تختار اي حاجه تاني غير الاختيار ده مثلا او الاختيار اللي انت اخترته، عادي تفتح زي ما انا فتحت كده وتختار. طيب بعد ما خلصت اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله هتدوس على فينيش بالشكل ده جدا. طيب اروح بقى افعل كاس العالم؟ لا. تعالى بقى افهمك موضوع كاس العالم ماشي ازاي، وركز معايا كويس قوي، علشان لما كنت بسطب للناس الباتش
كان على طول يفتح السلكتور ويروح يختار كاس العالم ويسيب كل حاجه. يعني هو شايف بقى كاس العالم فهو عايز يختار كاس العالم ويسيب الدنيا، وتلاقي عنده الباتش باظ والدنيا باظت. ركز معايا عشان الخطوه اللي جايه دي لو ما ركزتش فيها هتبوظ لك الدنيا. بعد ما اخترنا البطولات الاضافيه من هنا وقفلنا خلاص كاس العالم بقى، هتدوس على كاس العالم بالشكل ده كده تمام. هيقول لك هل تريد تفعيل بطوله كاس العالم عندك؟ لو جينا رحنا على ريموف هتيجي تدوس كده مش هتلاقي اي حاجه، ما بيعملش اي استجابه، بس لو جينا وقفنا على اكتف هتلاقيها هي اللي متفعله. خلاص ماشي، هتدوس على اكتف والبطوله هتتفعل. لا اوعى تعمل كده. امال اعمل ايه؟ انت هتدوس على اكتف هياخد وقت كبير جدا في تفعيل البطوله، فانت هتسيبه. مجرد ما تدوس على اكتف مش هيظهر لك اي رساله ولا اي حاجه، هتلاقيه بيقعد يلف. يعني هتلاقيه تعالى ندوس كده على اكتف، تعالى نجرب كده اهو، هندوس على اكتف. بص انا لو حركت الماوس واخده وضع الهند، يعني بص واخده الوضع اللي هي ايه، بص هي بدات تلف اهي، بص بتلف كده بقى السلكتور واقفه يعني والدنيا بايظه. لا الدنيا مش بايظه ولا حاجه، هو بينقل لك ملفات كاس العالم. كاس العالم معمول هنا مود منفصل، يعني هو بيحول لك اللعبه كامله لكاس العالم، اللعبه كلها. بس خد بالك انت لا بتقدر تلعب ماستر ليج بكاس العالم ولا بتقدر تلعب كون اسطوره، دول حاجتين ما تقدرش تعملهم. لكن بتقدر تلعب ماتشات وديه عادي جدا، بتقدر تلعب البطوله نفسها، تقدر تلعب بطوله كاس العالم. هتدخلك في اجواء بطوله كاس العالم كلها، هتخش في كل الاجواء وهتخش في الدنيا كلها تمام. هو يعتبر بيحول لك اللعبه كلها لكاس العالم، فاهم قصدي؟ انت بتفعل البطوله دي لما تبقى عايز تلعب كاس عالم بس، مش هتلاقي اي بطوله. لو فعلت كاس العالم مش هتلاقي اي بطوله متفعله عندك، اي بطوله، ولا حتى هتلاقي بطوله افريقيا، ولا هتلاقي اي حاجه خالص، ولا اي بطوله من البطولات. انت فاهم الفكره؟ انت هتلاقي كاس العالم بس. فانت بتفعل كاس العالم لما تكون عايز تلعب كاس عالم بس. هتفعل كاس العالم هتخش على اللعبه تلعب كاس العالم بس، مش اكتر من كده. تخش البطوله كامله وتلعب البطوله كامله عادي منفصله وكل حاجه تمام، لان حرفيا اللعبه بتتحول في حته كاس العالم دي. اتكلمت كتير قوي في حته كاس العالم دي، بس لما كنت بسطب الباتش الناس كان كل واحد بيعتمد على دماغه، فيروح جاي يجري يلاقي كاس العالم يروح مفعله، وهو بقى مش فاهم ولا عارف، وما كانش في فيديو شرح ولا كان في اي حاجه، فكان ماشي بقى بالموضوع كده. فاهمين الفكره اللي انا بتكلم فيها؟ لا هو كاس العالم مجرد ما بيتفعل كاس العالم بياخد وقت كبير في الاكتف. فانت اوعى تفتكر ان السلكتور هنجت او الجهاز هنج او ولا تقعد تدوس في اي حته ولا الكلام ده. دوس على الاكتف وشيل ايدك من الماوس، ما تجيش جنب الماوس لغايه ما يظهر لك رساله ان هو خلص، او تلاقي الشريط اللي بيلف ده خلص. يعني تلاقي شريط الماوس كده ما بقاش يلف بالمنظر ده كده، انت فاهم الفكره؟ عشان هو بياخد وقت كبير عقبال ما بيأكتف، هو بيجهز لك الدنيا في كذا عمليه بتحصل مجرد ما بتدوس على الاكتف عشان يوفر على حضرتك. زي ما قلت لك ان كل حاجه هتتم بضغطه زرار. فانا استنى لما اخلص وهرجع لكم مره تاني. بطلب من حضرتك ما تقفلش السلكتور، ما تفتكرش ان الجهاز هنج، ما تعملش اي حاجه تاني، سيبه لغايه ما يخلص. زي ما انتم شايفين كده وخلص معايا، واحد هيقول لي طب انت عرفت منين؟ يعني انت عرفت منين هو خلص؟ الماوس كانت بتلف وخلاص خلصت تمام. انا ما استخدمتش الجهاز ولا عملت اي حاجه، بس خليت الماوس خلاص ما بقتش تلف كده اهو زي ما انا محدد هنا مش بتلف. طيب فين الرساله اللي بتدل ان هو خلص؟ كل اللي هتعمله ان انت هتدوس على الت وتاب، هتلاقي الرساله اهي، تم تفعيل بطوله كاس العالم بنجاح. هتدوس على اوكي بالشكل ده كده وشكرا على كده. هترجع على الهوم بيج وتدوس على ستارت جيم، هيفتح معاك على كاس العالم بس، مش هتلاقي اي حاجه من الباتش، لا دوري ابطال افريقيا ولا اي بطوله تانية. اللعبه كلها كده في مود كاس العالم بس. انا دلوقتي مش عايز العب كاس العالم، انا عايز ارجع الدنيا، او انا فعلت دلوقتي كاس العالم ولعبت بيه ماشي خلاص، انا عايز بقى ارجع الدنيا، اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله الاتي، هتدوس على كاس العالم، هيقول لك هل تريد تفعيل بطوله كاس العالم؟ هتدوس على ريموف، هيقول لك تم الغاء تفعيل بطوله كاس العالم بنجاح. لما بيجي يلغي، لما بيجي يشيل البطوله بيشيل اسرع. طيب هتدوس على اوكي. كل اللي هتعمله بعد كده هنروح على الاديشن. تعال بقى نشرح الاديشن وافهمك الدنيا ماشيه ازاي. اتمنى تكون فهمتوا حته كاس العالم قبل ما نبدا، بس اتمنى يكون فهمتوا حته كاس العالم. انا اتكلمت كتير قوي عليها، بس والله انا مقلق لحد يحصل معاه مشكله، فعمال اعيد وازيد واوضح علشان انا لقيت مهازل وانا بسطب للناس. في ناس استنتني ان انا اسطب لها الباتش والكلام ده، وفي ناس اعتمدت على دماغها، يعني فاهم، في ناس اعتمدت على دماغها وبدات تسطب هي فبوظت الدنيا، فانا عمال اعيد وازيد بسبب النقطه دي. ظبطنا الدنيا كده، احنا الحاله دلوقتي ايه؟ لاغين كاس العالم. هنروح بعد كده على الاديشن، هنلاقي عندنا كذا اختيارات. هنروح على اول اختيار اللي هو الجيم بلاي مود. تعال اكلمك على الجيم بلاي مود. عندك يا سيدي الديفولت اللي هو الجيم بلاي الاساسي عشان الناس اللي عايزه تلعب الجيم بلاي الاساسي. عندك بعد كده الاولد جيم بلاي اللي هو الجيم بلاي القديم
القديم خالص، لان كان في جيم بلاي. ايه الجيم بلاي القديم ده؟ احنا كنا نازلين جيم بلاي في الاصدار اللي فات، فده في ناس كانت عاجبها قوي الجيم بلاي ده وعايزاه. حتى لما جينا قلنا احنا هنغير الجيم بلاي قالك خلاص سيبه القديم، في ناس قالت لا غيروه، فاحنا سايبينه اختياري للناس اللي عايزاه، اللي هو ده الجيم بلاي بتاع التحديثات اللي فاتت. طيب في جيم بلاي جديد بقى اشتغلنا عليه متعوب عليه قوي، تمام؟ ده بتاع الاصدار ده، تمام؟ ده جديد. ده انت كل اللي بتعمله بتيجي هنا، خلينا نشرح بس الموضوع تاني كده من الاول عشان افهمك. بتيجي هنا طبعا لو دوست ابلاي مش هيعمل لك اي حاجه، فانت بتيجي هنا كده وتدوس هنا كده، هتلاقي طلع لك زي شريط كده، اوعى تروح تدوس ابلاي، لا. كل اللي بتعمله بتروح رايح داس على الشريط ده، بيقول لك اختار مستوى الجيم بلاي اللي انت عايز تلعب عليه. في عندك مستوى اللو، وعندك مستوى الميديوم، وعندك مستوى الهاي. خلينا نختار مستوى الهاي. بعد كده بندوس على ابلاي بالشكل ده كده، بيقول لك تم تفعيل جيم بلاي سوبر ستار الجديد على المستوى المرتفع بنجاح، دوس اوكي. بعد كده بتروح على الاكس اللي هنا دي وتقفلها. تعال نروح على مود الماستر ليج، دوس على مود الماستر ليج بالشكل ده كده، بيقول لك اختار الفريق الخاص بك في الماستر ليج، بتدوس بالشكل ده كده. بعد كده بتختار الفريق اللي انت هتلعب بيه، يعني انا مثلا هلعب بالاهلي، جايب لي اهو اكتف الاهلي ام ال، يعني انا دلوقتي هتلعب انت بالاهلي، تمام؟ فهتختار الاهلي من هنا، بعد كده هتدوس على اكتف، تخش اللعبه تلعب بالاهلي، ما تلعبش باي فريق تاني. لو لعبت باي فريق تاني مش هتلاقي تيشيرتات الاهلي. طبعا مع التحديثات هنضيف فرق زياده تاني غير دول، يعني الموضوع مش هيقتصر على دول، لكن دول في الاصدار ده بس. خلاص مثلا على سبيل المثال تعال نختار الاهلي وندوس اكتف، تم تفعيل مود مدربين الاهلي بنجاح، هتدوس اوكي. بعد كده هتقفل من الاكس اللي هنا. بعد كده هنروح على مود الارضيات بالشكل ده كده، عندك الديفولت للارضيات الديفولت العاديه، وعندك ارضيات سوبر ستار، اختار اللي انت عايزه مفيش اي مشكله. انا عن نفسي بختار ارضيات سوبر ستار، بس لو لقيت مشكله ان الملعب مثلا دخلت عليه الارضيه بتاعته لونها ابيض خالص مش ظاهره، يعني ارضيه الملعب ابيض، ارجع واختار الديفولت، تمام؟ علشان المشكله دي تتحل عندك. فانا اختار ارضيات سوبر ستار، اهو بيقول لك تم تفعيل مود الارضيات الخاص بفريق سوبر ستار بنجاح، هدوس اوكي. بعد كده على تحركات اللعيبه بالشكل ده كده هندوس عليها، بيقول لك هل تريد تفعيل مود احماء اللاعبين؟ لو عايز اللعيبه وهي بتسخن قبل الماتش هتدوس على يس، لو مش عايز هتدوس على نو. فانا مش عايزها فهدوس نو. قال لك تم حذف مود احماء اللاعبين بنجاح، هتدوس اوكي. بعد كده ازاله اللاج لو انت عندك لاج، او بيقول لك هل تريد تفعيل مود ازاله اللاج؟ بيقول لك تنبيه لو فعلت المود ده هيشيل الجمهور والمصورين داخل اللعبه، تمام؟ لو انت عايز تشيل الجمهور عشان ده يقلل اللاج، او لو انت عندك لاج هتدوس على يس هيتفعل المود معاك. طبعا انا ما عنديش لاج فهدوس نو برده. قال لك تم حذف مود ازاله اللاج بنجاح. بعد كده هنروح على الاختيار اللي بعده اللي هو المنيوز بالشكل ده كده، عندك كذا منيو من 1 ل 18، اختار المنيو اللي انت عايزها. انا اختار مثلا اول منيو دي، المنيو دي خاصه بينا احنا اللي عاملينها، تختار انت المنيو بقى اللي انت عايزها من هنا ايا كانت ايه هي. بعد كده بتدوس على اكتف منيو، بعد بيقول لك تم تفعيل المنيو التي قمت باختيارها بنجاح، هتدوس اوكي بالشكل ده كده. بعد كده هنروح على الاوبشن اللي بعده هو الساوند تراك، دي الاغاني اللي بتشتغل جوه اللعبه، تمام؟ فانا اختار الراب سين مثلا، قال لك تم تفعيل ساوند تراك الراب سين بنجاح. بعد كده هنروح على الازرز بالشكل ده كده، تمام؟ ركز معايا بقى في الازرز وركز معايا في النقطه دي كويس قوي. كل اللي هتعمله انك هتروح على اوبشن فايل وتدوس عليها كده، قال لك تم تفعيل الاوبشن فايل بنجاح، بس كده. اداه التفعيل زي ما انت شايف كده بتدوس عليها بالشكل ده كده، تبدا تفتح معاك. كل اللي هتعمله كالاتي، هتروح على اول اختيار بالشكل ده كده وتختار مكان اللعبه، ادي اللعبه اهي. بعد كده بنختار فولدر الداونلود ده، تمام؟ بندوس عليه بس، ندوس اوكي كده. وبعد كده بتروح عامل ان تشيك اول، تشيك اول بالشكل ده كده. بعد كده تتاكد ان انت مختار نو دي ال سي، تمام؟ لازم تختار نو دي ال سي وتعمل سيف لاست سيلكشن بالشكل ده كده. بتروح دايس على جنريت دي بفايل ليست، قال لك جنريت سكسسفولي، هتدوس اوكي. بعد كده هتقفل بالشكل ده كده. بعد كده هنرجع على السيلكتور، في عندك بقى الاباوت اس دي، لو عوزت اي حاجه دي وسائل التواصل بتاعتنا كلنا، تقدر تكلمنا وهنرد عليك، رسائل الصفحه هتكون مفتوحه باذن الله. في حاجه عايز اشرحها كمان وهي الديسكورد، باذن الله الديسكورد هيكون هو وسيله التواصل لينا، وده اللي من خلاله هتقدر تكلمنا عليه، يعني رسائل الصفحه لو دخلت كلمت حد من الادمن عليها هيحولك على الديسكورد، لان هو ده الوسيله الوحيده اللي تقدر تكلمنا عليه. الميزه في الديسكورد ان انت تقدر تكلمنا مكالمه، فدي ميزه كويسه، الكلام هيكون رايح جاي، انا بكلمك في مكالمه فهنعمل كذا، هنتفق على كذا، ايه المشكله اللي عندك، الكلام ده، فاحنا بنكون متفقين قوي في الموضوع ده، تمام؟ تمام. حد يجي يسال يعني ايه سيرفر الديسكورد وايه الديسكورد ده واعمل فيه ايه، انا مش فاهم ايه، مش فاهم يعني ايه ديسكورد اصلا وايه البرنامج ده وايه الكلام ده. الديسكورد ده عباره عن برنامج بيكون بتقدر تواصل معانا. طيب انا برضو يعني ما فهمتش حاجه برضو، اعمل ايه؟ كل اللي هتعمله انك هتروح على علامه الفيديو دي، تمام، وتدوس عليها. قال لك مرحبا بك في خاصيه سيرفر الديسكورد، من هنا هتقدر تتواصل معانا
عشان تبعت لنا استفساراتك، ولو عندك اي مشكله في الباتش تقدر تكلمنا. هتدوس اوكي. بعد كده بيقول لك تحذير، لازم تشوف كل الفيديوهات اللي موجوده قدام حضرتك بالترتيب عشان تعرف ازاي تتواصل معانا. بص يا سيدي، زي ما انت شايف كده فتح لنا الصفحه دي، بيقول لك ازاي اعمل اكونت على الديسكورد. هتروح هتيجي تقف هنا هتلاقي فيه زي فيديو كده اهو، بص هتدوس عليه هيقول لك اختار المتصفح اللي انت بتستخدمه. مجرد ما تختار، مثلا انا اختار المتصفح اللي انا بستخدمه، هيفتح لك بالشكل ده كده. هتلاقيه يوجهك على فيديو تواصل مع فريسو، هتلاقيه يوجهك على فيديو بالشكل ده كده. هتلاقيه بقى بيشرح لك ازاي تعمل اكونت، وبيفهمك كل حاجه ايه الديسكورد ده، وبيفهمك كل حاجه بالتفاصيل. طيب انا خلاص عملت اكونت، هروح دايس على نيكست. بيقول لك ازاي تعمل جوين للسيرفر بتاعنا، هتروح دايس كده، هتروح دايس هنا، هيفتح لك الفيديو. تمام، هيفتح لك الفيديو ده اللي هو انت ازاي تعمل جوين للسيرفر بتاعنا، وبيفهمك ايه السيرفر ويعني ايه سيرفر ويعني ايه الكلام ده اللي انت مش هتكون فاهمه لو انت اول مره تستخدم الديسكورد. طيب بعد كده تعالى، مثلا لو انت مثلا في خطوه فوتتها ولا اي حاجه، هتدوس على بريفيس هيرجعك لاول نوت تاني. يا ريت ما تفوتش اي حاجه، تمشي بالترتيب، تتفرج على الفيديوهات، الفيديوهات مش مدتها كبيره. طيب هندوس على نيكست بالشكل ده كده. بعد كده هيوجهك يقول لك ازاي تعمل جوين للسيرفر، بيفهمك. بعد كده يقول لك بقى ازاي تكلم صناع الباتش من على السيرفر، يعني ازاي بقى تكلمه، بيشرح لك بقى كل حاجه اهو. هندوس هنا مثلا نختار المتصفح، هيوجهك فيديو برده، فيديو برده 14 دقيقه، انت فاهم الفكره، يعني الدنيا مش هتاخد معاك على الاقل حتى نص ساعه. هيعرفك كل حاجه، هيفهمك ايه الديسكورد ده، هيفهمك الدنيا كلها. طيب لكن لو انت عايز تتوجه على السيرفر مباشر وعندك ديسكورد وعندك كل حاجه وفاهم الموضوع وفاهم السيرفر وفاهم الدنيا، شوف الفيديو الاخير ده بس، وهتدوس على هنا هيفتح لك او بيقول لك اختار المتصفح، اختار المتصفح اللي تستخدمه، هيوديك على لينك اهو زي ما انت شايف اهو، فتح برنامج الديسكورد اللي هو عندي على الجهاز. طبعا فتح على صفحه الويلكم، الناس اللي انضمت فتح لي من البرنامج نفسه، يعني وجهني عن البرنامج ده في حاله ان انت فاهم الديسكورد وفاهم الدنيا وفاهم كل حاجه. تمام كده انا شرحت كل حاجه في السيلكتور. دلوقتي احنا خلاص هنقدر نشغل اللعبه بتاعتنا. قبل ما تعمل كده كل اللي هتعمله كالاتي، هترجع كده وتروح على السايدر، كليك يمين وتختار اخر اختيار كومباتيبلتي. تمام، وتعلم على العلامه دي ران ذيس بروجرام از ادمنستريتور. دي مهمه جدا، دي مهمه جدا، لو ما عملتهاش مفيش اي حاجه هتتفعل معاك. هتدوس على ابلاي اوكي بس كده، شكرا. وطبعا مش هتلاقي الايكون بتاعت السايدر بالشكل ده كده، هحاول اوريك انك هتلاقيها بالشكل ازاي. بص هيكون السايدر ايه، هتتغير اول ما تراستر الجهاز. انت كده تمام 100 100 جاهز ان انت تشغل اللعبه. هتدوس على ستارت وخلاص اللعبه هتفتح معاك. ممكن تفتح اللعبه من ستارت، دي بقى اوبشن احنا عاملينه. ممكن تعمل حاجه، هتروح زي ما انت على السيلكتور كده وهتدوس على زرار البي، هتدوس عليها هتلاقي اللعبه فتحت معاك. طيب انا عايز اقفل اللعبه، هقفلها منين؟ هترجع على السيلكتور تاني، هتدوس على الت وتاب وترجع على السيلكتور، تحدد على السيلكتور كده. بعد كده هتدوس على سي، بيقفل لك اللعبه خالص. طيب انا عايز افتح السيتنج، ممكن تفتح السيتنج بان انت تدوس على السيتنج هنا، او تدوس على الاس في الكيبورد. طبعا لو مش عايز تستخدم الزراير خلاص مفيش اي مشكله، هترجع للسيلكتور. عايز تقفل اللعبه هتدوس على كلوز جيم، ده تدوس على الزرار ده يقفل لك اللعبه. عايز تشغل اللعبه هتدوس على ستارت هيفتح لك اللعبه. بس كده يا شباب، ده كان الشرح بتاعنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتفرج على باقي الفيديوهات في القناه. اسف جدا ان انا طولت عليك، اسف، انا عارف ان انا طولت، بس فيديو الشرح زي ما قلت لك هو هيكون مرجع ليك علشان يوضح لك كل حاجه ويفهمك كل حاجه. لو وصلت لغايه الدقيقه دي انا بشكرك جدا، انا عارف انا طولت عليك، طولت عليك، وانت تلاقيك تعبت دلوقتي وتقول كل ده عشان العب بباتش وكل ده عشان اعمل، معلش الموضوع في الاول يبان لك ان هو صعب، انت فاهم، لكن مجرد ما تخش في الدنيا هتلاقي الدنيا سهله جدا، تلاقي ايه ده الموضوع طلع تافه قوي، انت فاهم، لسه الموضوع جديد عليكم، لسه مش واخدين على الدنيا، السيلكتور اتغيرت خالص عن الشكل الاولاني. بنحاول ان احنا من اصدار للتاني نطور من الشغل بتاعنا. غبنا عليكم سنه، انا عارف كتير مش قليل قوي، يعني كتير كتير جدا، سنه في باتش كتير انا عارف، بس ده الاصدار اللي احنا بنبني عليه، ده عمود الاساس اللي احنا بنبني عليه كل اللي جاي. التحديثات كلها اللي جايه هتكون مبنيه، خلاص مفيش اصدارات شامله تاني، هيبقى كله تحديثات وبنظام كويس جدا ليكم، كل حاجه هتعرفوها في ميعادها. خدنا سنه، اشتغلنا سنه كامله علشان نطلع لكم الشغل اللي قدامك ده. انا بشكركم جدا والله على انتظاركم، على ثقتكم فينا. الناس اللي كانت بتقول كلام مش كويس انا اعذركم، ممكن يكون بعضكم زعلان، وفي طبعا ناس كان الغرض منها ان هي تشوه صوره الباتش، وكان في ناس بتقول كلام على لساننا، الباتش الاسبوع الجاي، الباتش اليومين دول، الباتش
ده هم قالوا لي كذا، انا كلمت الادمن، انا الكلام ده احنا ما كلمناش اي حد من الناس، اي حاجه كنا بنعوز نقولها كنا بنقولها على صفحتنا، وده مبدا مفيش اي حاجه تاخدها بره الصفحه بتاعتنا. لو في معلومه عايزين نقولها هننزلها على الصفحه، مش هنروح نقول لحد وحد يبلغك بيها، مفيش اي حاجه من الكلام ده. فاوعى اوعى تسمع كلام حد غير الصفحه، انت فاهم؟ غير صفحتنا احنا، احنا اللي عايزين نقول حاجه هنبلغكم بيها، مش هنبعت حد يروح يقول لكم الكلام ده في الكومنتات. اي حد كان بيخش يسال على ميعاد الباتش ما بنقولش، ما هو لو نقول لواحد يبقى نقول للكل، لان ده حق الناس كلها. اشوفكم على خير، ونتقابل ان شاء الله بقى على الجروب الرسمي بتاعنا. في رايكم في الباتش، عايز اسمع رايكم، ده اهم حاجه عندي دلوقتي، اللي انا اسمع رايك. ايه اللي عجبك، ايه اللي ما عجبكش، ايه اللي عايزه يكون موجود. انا متاكد ان مفيش حاجه مش هتعجبك، بس كل واحد ورايه طبعا. قول رايك بكل صراحه، هنزله، مش هقول عشان مثلا قال كذا ولا قال كلمه مش كويسه مش هنزلها، لا هنزله، تمام؟ بس انا الفكره كلها ان عندي ان انت تلتزم بسياق الاحترام، ما تخرجش عن الحته دي. شكرا ليكم، كان معاكم احمد رضوان، انا اللي كنت بشرح لحضراتكم، وانا اللي بشرح كل مره، واظن الناس يعني عارف، الناس كتير قوي انا لقيتها عارفاني كمان. فانا بشكركم والله على كل الردود، وكل حد قال كلمه كويسه في حقنا. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.